يعتقد البعض بأنه المدارس مهمتها التربية، يعني لأنه هي تابعة لوزارة التربية. لا، المدارس هي تأخذ على عاتقها جزء من التربية، لكن التربية ليست التربية اللي بيتلقاها الطفل نفسه أو نفسها في المنزل. موضوع التربية داخل المنزل هو أمر جدا مهم، ووجود الأهل أمر جدا مهم. واليوم أول وسائل التربية هو التقليد، يعني الطفل أول شيء بيعمله هو بيقلد والديه، شو بيعمله هو بيعمل. لذلك هلا رح أقرأ كل التعليقات. لذلك موضوع التربية يبدأ من الأسرة. وجود التكنولوجيا، وسائل التكنولوجيا والموبايل ووجود التلفزيون لا مانع، لكن تخصيص ساعات لهذا الطفل. اليوم هذا الطفل عم يصاب حقيقة بأمراض، يعني عم يصاب بحالات نفسية نتيجة جلوسه ساعات طويلة أمام هاي الشاشة. هذا الطفل يحتاج إلى حركة، هذا الطفل ما عاد في حركة. إذا بتلاحظوا بأنه زادت السمنة عند الأطفال، يعني أصبح الأطفال عندهم حالة من البلادة، عندهم حالة من السمنة، عندهم حالة من الكسل. يعني بتصير أنت لما بتطلب منه أنه قوم اتحرك، جيب لي فلان غرض أو جيب فلان غرض أو اعمل فلان شغلة، ما عم بيتحرك، لأنه هو خلاص تعود على أنه يقعد ويجي كل شيء لعنده. وهذا الشيء غالبا عم نشوفه في الدول أو في المجتمعات يلي موفر لها كل شيء، وخصوصا إذا رحنا إلى دول الخليج العربي أو رحنا، يعني هناك الأطفال بتلاحظون عندهم بدانة. سبب هاي البدانة مو إنه دائما هي عامل وراثي أو سبب وراثي، لا، هذا من قلة الحركة. هذا الطفل بهذا العمر يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى تنمية سلوكه، تنمية إدراكه، تنمية وعيه. هذا السوشيال ميديا ما بينمي له إدراكه ولا بينمي له وعيه. هذا السوشيال ميديا بيخليه يتساءل تساؤلات، وبيخليه يقلد هذا السوشيال ميديا بدل ما يقلد أبوه وأمه في تصرفات صحيحة، عم بيصير بيقلد ما يقوم به مراهقين مثله، عم بيصير بيقلد ما يقوم به أطفال مثله، عم بيصير بده يقلد ما يقوم به يوتيوبر يعني يسيئون إلى التربية وإلى مجتمعاتنا. لذلك تخصيص ساعات، مثلا ساعة خلينا نقول على الموبايل، لكن هاي الساعة فيه يلعب فيها. طبعا الطفل يحتاج إلى أنه يلعب، لكن هذا اللعب يحتاج إلى ليس فقط أنه أنا أكون متبسمر أمام الموبايل وعم بشتغل بلعب لعب لعب على الموبايل، لا، لازم يكون يستحب حركة. هاي الحركة من خلالها بنمي عضلات جسمه، بنمي الدورة الدموية بجسمه، بيخليها تتحرك، بيعلمه على النشاط، ما بيعلمه على الكسل، ويصبح طفل ذو جسم صحي وبدن صحي وبعيد عن البلادة وبعيد عن البدانة. اللي عم نشوفه أغلب أطفالنا هلأ، هناك تراجع في نسبة الذكاء، هناك تراجع في نسبة التحصيل العلمي الجيد، هناك تراجع في نسبة أيضا الإبداع على مستوى الأطفال في أي مجال. إلا طبعا هناك أكيد في حالات إنه الأطفال عندهم خلينا نقول اهتمام من قبل أهاليهم فيهم بتنمية مواهبهم، بتنمية قدراتهم وإلى آخره. هدول عم بينتجوا، هدول عم بيقوموا بإبداعات على بمجالات معينة. لا نستطيع أن نقول هي الحالة يعني المطلقة، لا، هي حالة عامة عم نعيشها في مجتمعاتنا العربية. لذلك عندما يقول لي أحدهم بأنه بماذا نبدأ، يعني حال مجتمعاتنا العربية بماذا نبدأ، أقول دائما وأكرر نبدأ في التربية. نبدأ في التربية ليش؟ لأنه التربية هي الأساس في هذا الطفل شو بيطلع بعدين. هلأ شو بعدين بيتلقى التربية من البيئة المحيطة أو من المجتمع أو من المدرسة أو من الأصدقاء أو هذا أمر آخر. لكن عندما يكون هناك يعني خلينا نقول الطينة اللي بسموها أو الجذور هي ثابتة والجذور هي صحيحة والتربية هي صحيحة داخل المنزل، فهذا الموضوع يؤثر لاحقا على تقبله للأمور السيئة أو عدم تقبله.